نعرف بما انك تكلمت عن من يتعامل بهذه العقود الالكترونيه، حتما لها انواع، نريد نعرف مساراتها وانواع هذه العقود الالكترونيه اللي انسان ممكن ان يدخل في يوم من الايام بتعاقد، واكيد يعني اغلب المشاهدين دخلوا في نوع من انواع العقود الالكترونيه حتى احيانا دون ان يتنبهوا. صحيح. ان صحة التعبير يعني. صحيح. طبعا العقود الالكترونيه ليس لها حصر. انواعها وامثال امثلتها ليست محصوره، ولكن اجتهد بعض من فقهاء القانون في حصرها ضمن مجموعات عامه تدخل العقود الالكترونيه ضمنها. فقالوا أن المجموعة الأولى هي ما يتعلق بالعقد الذي يبرمه الشخص مع الشركة أو المؤسسة التي تزودك بخدمة الإنترنت أو خدمة التواصل عبر الشبكة العالمية، هذه المجموعة الأولى. ثم ضع تحتها كل أمثلة وصورة من الشركات والمؤسسات التي تمدك بالعون في ذلك، مثل سابقا كان في زاجل اللي كان يعطيك شريحة، الوسطاء الذين يتدخلون في مسائل اللي بين حتى تستطيع تزود خدمة الإنترنت، ثم الشحن بمبلغ معين تشحن فيه الإنترنت، كل هؤلاء يدخلون ضمن هذه المجموعة. أيضا شركات الاتصالات هذه الآن التي تزود بخدمة الإنترنت، STC، موبايل، زين، غيرها من شركات الاتصالات، هذه كلها تدخل في هذه المجموعة الأولى، ويكون فيها الطرفين، الطرف الأول وهو المستهلك والطرف الثاني وهي الشركة المزودة. هذه المجموعة الأولى. المجموعة الثانية قالوا عقود البيع عن بعد، التبايع الذي يكون عن بعد من المواقع، تشتري من انستغرام، تشتري من تويتر، تشتري من الفيسبوك أو المواقع من موقع، من موقع بالإنترنت داخلي خارجي، كل هذه العقود التي أنت تبرمها فهي تدخل في هذه المجموعة الثانية وهي مجموعة البيع عن بعد.